اما بقى عن تفاصيل حاله الطقس المتوقعه ان شاء الله في الاسبوع اللي بيبتدي النهارده، معانا على التليفون دكتوره منار غانم وهي عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره، واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. صباح الجمال. كنا لسه بنتكلم من شويه انا ونهاوند في فاصل من الفواصل بنقول ان درجه الحراره بينها نزلت شويه، واتضح ان هي فعلا نزلت حوالي درجتين زي ما شفنا 22 كده النهارده 22 مش كده برضو؟ بالفعل بالفعل، يمكن الايام الماضيه واليوم في انخفاض في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى وصلت 22 درجه مئويه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل ما بين ال 15 وال 16 درجه مئويه، فالانخفاض بقى فترات النهار وفترات الليل، خاصة إن في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والعالية بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعدنا أكثر كمان على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. أجواء فترات النهار أجواء لطيفة، فترات النهار فترات الليل أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. اللي حضرتك بتقوليه ده بينطبق على الأسبوع اللي بيبتدي النهاردة؟ لا، هو ينطبق على اليوم، لان احنا غدا هيكون في ارتفاع بحوالي درجه عن يعني اليوم، يعني غدا ان شاء الله هيكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين 23 وبعد غدا 24 درجه مئويه، فمش هنحس طبعا بالارتفاع ده، ارتفاع خفيف جدا في درجات الحراره. ايام الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون الطقس معتدل، فتره النهار هيظل فترات الليل مائل للبروده، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، يعني درجات الحراره خلال فترات الليل هتظل منخفضه. كمان هيبقى في فرص لسقوط الامطار غدا على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه، بعض المناطق من صحراء مطروح، سلاسل جبال البحر الاحمر، هتكون امطار خفيفه هتمتد خلال فترات الليل غدا لبعض المناطق من القاهره الكبرى، بعض المناطق من شمال الصعيد، وهتستمر معانا الامطار حتى صباح يوم الثلاثاء، فرص الامطار على المناطق دي هتستمر معانا لحد صباح يوم الثلاث، وبعد كده ان شاء الله هيكون في استقرار في الاحوال الجويه، هتتلاشى فرص سقوط الامطار وتبقى يعني الاجواء فترات النهار اجواء خريفيه مستقره فترات النهار ومنخفضه في درجات الحراره بشكل ملحوظ خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. طب احنا الشتاء فاضل له كده كام يوم تقريبا عشان نقول فصل الشتاء دخل دكتور منار؟ هو تقريبا رسميا اقل من شهر، لان هو متوقع يبتدي ان شاء الله 21 ديسمبر البدايه الرسميه لفصل الشتاء، لكن احنا مع بداية شهر 12 درجات الحرارة هتبدأ تتجه نحو الانخفاض، المعدل الشهري في شهر 12 درجات الحرارة فيها تنخفض، يعني معدلات ما بين ال 22 وال 23 كده انخفضت؟ هي كده طبعا منخفضة، لأن احنا في شهر 12 هنبدأ نحس بانخفاض درجات الحرارة. أنا قلت هتقولي 12 بقى 10 يعني حاجات زي كده. ال 12 و10 ده هيكون مع شهر واحد ان شاء الله، يعني بعض الايام في شهر واحد تسجل بالفعل 12 و11 درجه مئويه، خاصه كمان ان احنا هنبدا نلاحظ نشاط الرياح في شهر 12 وشهر واحد، نشاط الرياح احيانا بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، يخلينا نحس بدرجات حراره كمان اقل من اللي احنا دايما بنقوله. كويس جدا. رائع، في اي استفسار اخر عن الطقس؟ لا كده تمام، سعدنا بوجود حضرتك معانا دكتوره منار، شكرا جزيلا لوجود حضرتك دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.